السلام عليكم خوتي خواتاتي، الله يرحم لكم الوالدين، الله يسهل عليكم. واحد العيشه كنعيشها ما نقولش لكم، انا مجوجه مطلقه، عندي ثلاثه الوليدات، ما خدامه ما والو. كنت خدامه قبل كورونا، من جات كورونا وقفونا من الخدمه في القهوه، كنعيش واحد العيشه ماساه وصافي. لا ما لا ضو، الشق في الدار، الطواليط ما كايناش، كاين واحد البير اللي طليتي عليه تخلع. عاونوني خوتي لوجه الله، الحاله ما هي حاله، لا شان كان دمار، كنعيش في الدمار انا وهاد الوليدات. دور على وجه هاد الوليدات لانهم باقين صغار وكيتمناو، اما انا ما عنديش مشكل، كنعيش هاد الماساه وكنحمد الله وكنشكره على كل حال. اش غنقول لكم اخوتي، بزاف ما نقول لكم، بزاف بزاف. الدار مشقوقه، التراب كينزل عليا، والله كنبات فايقه حتى الصباح، اقسم بالله العظيم لا التراب كينزل عليا، كنبات انا ولادي حتى الصباح فايقه، ما اللي يدق عليا ولا اللي المساعده ولا ما كاين حتى حاجه. بعض المرات اضطروا اننا نخرج نطلبوا باش نجيبوا الخبز للولاد، ما كاينش. بحال ما فهمتش، حنا بحال حنا ماشي بلاد مسلمين بالفم، ما باش يعاونوا ولادي، راه ما كاينه حتى حاجه في هذه البلاد السعيده بزاف، والاسعار وبزك الفقير. بعد انا دكلت كلت كلت الشحط مزيان، فهاد الاسعار الزيت يطرد، الزيت داير 3420، نص يطرد دار 220، يعني هاد الفقير مسكين بقى مي. اضطريت انا كيبان ليا كنتحر بشويه ومي، كنتحر بشويه بشويه، لكن لا خدامي لا والو لا حتى شي واحد المساعده والوليدات، وبزاف اضطريت انني نعطي وجهي للمجتمع والخوت يعاونوني. هذا الشيء اللي كنطلب، خوتي عاونوني الله يسهل عليهم. حنوا عليا وحنوا على هاد الوليدات، لنا واحد العيشه، غتشوفوا التصاور وتشوفوا ديك العيشه اللي كنعيشها ديال بصح، الماساه ديال بصح. وما تمي الله عدا 5 شهور تبعت حتى هي جداتي الله يرحمهم في هاد النار، ماساه كنعيشها انا ووليداتي. التراب كينزل عليا، الطواليط راهي شوف داك البير تشق كامل. شي نهار لقاونا في الواد، انا لا وليت كنخاف على ولادي، لا بغيت نخرج نشوف الناس اللي يعاونوني ولا هذيك، كنخاف على داك البير ينزل لي طرا ليا، ما طرا راهي انا طرا شي واحد في ولاد. الدري الصغير عنده 8 سنين، الدري هذا 12 عام، الدري اخرى عندها 14 عام، يعني كنخاف، وليت كنخاف، كنعس في الرعب على على في شي جزيره وصافي، على في شي غابه، بحال انا عايشه في عايشه في مدينه، عايشه في جزيره، كاين الخوت الحنين رحيم لا حتى حاجه، ما كاينش اللي يجيب لك حتى خبز على دوك الوليدات، ما كيجيبو بنادم واقف كيصحابو كله ما عادش حاجه، هو راه مضرك ضرك على المجتمع وعلى بزاف، حتى المجتمع ما كيرحمش. خوتي عاونوني لوجه الله، هذا الشيء اللي نطلب، حنوا عليا وحنوا في دوك الوليدات، لان هاد السكنه اللي كنسكنها خطر 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 عليا انا لوليداتي. باش دابا 3 سنين دابا كنت كاريه مني يعني من الدار، باقي دابا كينفذ عليا الحكم تا هو ديال المحكمه، ما عرفتش باش غادي يتصرف ليا. انا ما عنديش مشكل المحكمه باش ما حكمت، حيت انا خرجت اضطريت انني خويت لي محالو، جيت سكنت هنايا 3 سنين دابا وانا كنعاني في هذا الشيء، ما قدرتش مابقيتش قادره، وليت كنخاف، ما كنناس، ما كناكل مرتاحه، لا انا لا ولادي. شو الحاله كي دايره بزاف، ما انا متعوداش على هذا الشيء، ملي كنت خدامه كنت كاري انا وليداتي اموري غدا هي هذه. دابا الله غالب بعد المرض كورونا وقفت كلشي، اللي كتقصدي كيقول لك الله غالب الله غالب، ما كاينش اصلا من ازمون في الشركات لا والو، باش ما عرفتش اش ندير. اضطريت نعطي وجهي للمجتمع، ما بغيتش ندير شي حاجه خايبه، لا ندخل ندير شي حاجه لولادي خايبه، ندخل عليهم خايبه. كنت صاطح بينا هذا يعطيني نصرني هذا وهذا يلاه، ولكن دابا وقفت على الحد، ولات السكنه من دير ليا الرعب، كالشق كل نهار كتهبط بلاصه. هادشي علاش اضطريت انا خوتي حنوا فيا وصافي، حنا مسلمين، بلاد المسلمين، بلاد المساعده. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.